سرطان الراجل غامض جدا، اوكي، ما بيواجهش. وحته انه ما بيواجهش دي بتضايق الناس، بيجرح الناس. هو طموح، طموح أوكي. جدا، ويمكن اهتماماته في شغله اهم حاجه، شغله والفلوس وانه يوصل وانه ينجح والكلام ده كله. بس انه ما بيعرفش يواجه دي مشكله. يعني مثلا ممكن يبقى مرتبط بواحده وشايف انها مش مناسبه ليه، ما يواجههاش، تلاقيه اختفى. اوكي، بيجرح ناس، بيضايق ناس. ممكن الشغل، يبقى في شغل وشغلانه مش ماشيه، هو مش موافق مثلا على ديل معين، ما يروحش يقول لحد انا مش، لا الديل ده مش نافعني، يعني ما بيردش على التليفون. اوكي، طب ما انت ممكن تحتاج له، انت هتحتاج له تاني. فما تقطعش سكك، انت كده بتخلي الناس تقفل منك. دي حته مهمه قوي، يمكن محدش بيتكلم فيها في برج السرطان. بس ده عيب قوي جدا، ان هو لازم يواجه. يعني في مثل يقول لك ما تحتاجش وشه النهارده. فانت حط بس في دماغك المثل ده، ان انت ما تقطعش علاقتك بالناس. ست السرطان زي ما قلت بقى، مشاكلها النكد، انها حساسه لاقصى درجه، دمعتها قريبه جدا. فطبعا لما انا كراجل مثلا، انا بتكلم بقى على الست ناحيه العاطفيه، لان ست السرطان شويه بيتوتيه. اوكي، يعني هي ممكن تشتغل، بس عندها البيت برضو والولاد المهم. فانا كل واحد يعني كل برج ببقى عارفه هو ايه عايز يسمع ايه. فانت حلوه جدا كأم وجميله وكل حاجه، بس انت حساسه جدا، عايزه برضو الكون يمشي على مزاجك. انت ممكن، هي برضو عندها حته هزه، ان هي عندها ما عندهاش ثقه في نفسها قوي. دايما تحب تسمع كلام حلو. اوكي، لا انت جميله وزي القمر وفيكي صفات حلوه جدا. فبلاش اي كلمه تاثر فيكي، لان انت كويسه. الكلام لما بيأثر فيها بتنكد، تعيط، تكتئب، برضو بينعكس عليها صحيا كمان. صحيا بتتعب. دي يمكن اكتر مشكله في السرطان.